طاقتها وكل أفرادها من أجل تيسير وتسهيل عملية التصويت في الانتخابات، وسوف يقتصر أداء أعمالنا القنصلية على حالات الطوارئ، بمعنى حالات الوفاة، الحوادث، التوقيف لا قدر الله. أرجو من أبنائنا في الخارج أن يتفهموا ذلك وأن نتعاون جميعا، وأناشدهم وأطالبهم أن يشاركوا بكثافة. الذي نتطلع إليه هو كثافة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي في هذه المرحلة الهامة، وهو الاستحقاق الثاني من استحقاقات خريطة المستقبل. ونحن يعني على استعداد للرد على أي أسئلة واستفسارات. شكرا لحضرتك. شكرا معالي السفير، وأدعو معالي السفير صلاح.